ان شاء الله اخر طريقه نتكلم على الباور ميثود. فالباور ميثود بيتعمل ازاي؟ نعمل مود ماتريكس 6، ندخل ماتريكس ايه اللي هو مدانا. ماتريكس ايه مدانا؟ 2 في 2 هي عباره عن نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 كام؟ و 6 و 7 تمام كده. وندخل ماتريكس تانية اللي هي ايه نوت اللي هي مدانا، فنعمل شيفت 4 نعمل ديم ده دايمنشن يعني، ونختار ماتريكس بي، نختار حجمها. هي حجمها كام؟ 2 في 1 او الدايمنشن بتاع 2 في 1، فهتبقى كام؟ 1 1. دي الاكس نوت بتاعتنا هو يديها لنا يعني في الامتحان. نعمل اي سي، هنعمل شيفت ماتريكس او شيفت 4 يعني، نختار 3 اللي هي ماتريكس اي علشان نعمل نضربها في ماتريكس اي في ماتريكس الاكس عشان هو ده القانون. اللي كانت ماتريكس طلعنا الناتج نكتب 5 13، نكتبه نعمل اي سي شيفت 4 ماتريكس اي اللي هي 3، هنضربها بقى هنا. بص فين بقى ماتريكس الانسر اللي هي 3 6 طلعنا نكتب 29 61 اي سي شيفت ماتريكس 3 شيفت ماتريكس تاني 6 اللي هي الانسر برضو نكتب ايه 125 و253 وهكذا. اقعد املم لملة وفي الاخر امسك الكولوم واحد وهات الريشوز بس كده. النورمالايز بقى تمسك اللي انت عملته في الناس الخمس دقايق ده واعمل بقى لكل واحده النورماليزيشن، وريشيو هي هي زي ما هي، ريشيو هي هي بس اعمل نورماليزيشن، خد الرقم الكبير وايه واعمل ديفايد عليه بس كده. شكرا لكم يا شباب.